Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين مغيث المستغيثين مجيب دعوة المضطرين كاشف الكرب عن المكروبين ورافع البلاء عن المستغفرين أحمده حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أمرنا أن نكون إخوة متحابين على الخير متعاونين وفي سبيل الفضائل متكاتفين وفي إصلاح ذات البين ساعين وعن أعراض إخواننا مدافعين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بالوصية الجامعة والموعظة البليغة النافعة تلكم هي الوصية بتقوى الله جل وعلا ألا فاتقوا الله رحمكم الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين معاشر المسلمين ويا أحباب سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم ثمة عمل جليل وعبادة عظيمة تعد أفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة عمل جليل وعبادة عظيمة أخبر النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم أن درجة هذا العمل أعظم من درجة الصيام والصلاة والصدقة فقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فقال الصحابة بلى يا رسول الله أخبرنا بهذا العمل أخبرنا بهذه الطاعة الجليلة العظيمة فقال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين إصلاح بين متخاصمين من أمة أهل الإسلام أعظم درجة وأعظم ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة المقصود بالصيام والصلاة والصدقة النوافل وليس الفرائض يعني لو أن أحدا سئل أيصلح بين اثنين أم يصوم ولو صام شهرا لقلنا له إصلاح ذات البين أعظم ثوابا وأكثر جزاء وأعظم مثوبة من الصيام ومثل ذلك يقال في الصدقة وقيام الليل وغير ذلك ولقد سبق لنا أيها الأحبة الكرام أن مقاصد الشريعة الإسلامية إنما تهدف في تشريعاتها كلها في أوامرها إلى وحدة الأمة وجمع شملها ولم شتاتها وكل عمل من شأنه أن يجمع وحدة الأمة فهو أعظم مقصد من مقاصد الشريعة وكل ما من شأنه أن يمزق وحدة الأمة وأخوة الدين فهو حرام حرمه الشرع وقلت لكم غير ما مرة في خطبي إن الغاية من الصلاة وغيرها من الأحكام إنما هي جمع الناس وجمع شملهم وجعل مناسبة لهم من أجل التصالح والتسامح وما المساجد وصلاة الجماعة والجمعة والأعياد والجنائز وعيادة المريض
وإفشاء السلام وغير ذلك وإجابة الدعوة إلا مظهر من مظاهر اجتماع ووحدة أمة الإسلام. لذلك أيها الأحبة، شرع الله هذا العمل وهو إصلاح بين متخاصمين، لأن طبيعة البشر لا تخلو، طبيعة البشر لا تخلو من خصومات ونزاعات واختلاف في الآراء، تلك سنة الله في الحياة. ولكن الإسلام شرع لنا حلاً ودواءً لهذه المعضلة، ألا وهو الصلح والتسامح والعفو، وإن اقتضى الأمر إلى المتحاكمين الذين يدخلون بين الناس بالصلح. هذا هو المتحاكم، من يدخل طرفاً آخر يدخل بين المتخاصمين من أجل إصلاح بينهما. فهذا العمل أيها الأحبة، عمل إصلاح ذات البين، عمل عظيم، عمل عظيم، عبادة جليلة، ووردت فيه كثير من النصوص الشرعية، إلى درجة أن الله قال: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يتأمل في القرآن لا يجد الصلح فيها قد ذكر مرات عديدة، عشرات من المرات، حتى في الفئة الباغية الله جل جلاله ذكر القتال مرة وذكر الصلح ثلاث مرات، كأنه لابد أن نسعى إلى الصلح مرات قبل أن نذهب إلى القضاء وإلى المحاكمة وغير ذلك. نحن كمسلمين لابد أن نقوم بالصلح أولاً وليس مرة، إنما مرات ومرات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثلاث أوامر إلهية بالصلح بين الناس في هذه الآية: أصلحوا 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 بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي سورة الأنفال قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بين الآية المذكورة وهذه الآية نجد بعد الأمر، أمر الله بالتقوى، يأتي الأمر بإصلاح بين الناس، فاتقوا الله وأصلحوا، اتقوا الله وأصلحوا، أمران إلهيان جليلان في هذه الآيات. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وما معنى لعلكم ترحمون؟ أي أن طريق الرحمة، طريق الفوز والنجاة، هما هذين الأمرين المتلازمين في الآية ذكرهما الله، هو الإصلاح بين الأخوة وخشية ومراقبة الله عز وجل. وكل الناس وكل المجتمعات وكل الإنسانية والبشرية تنشد الرحمة، تريد الرحمة في حياتها، تريد السعادة في دنياها مثلما تريدها في آخرتها. وسبب الرحمة في الدنيا والآخرة هذين الأمرين الأساسيين: مراقبة الله، والسعي في إصلاح بين الناس، وتصفية وتنقية الخواطر بما فيها من الحقد والكراهية والعداوة والبغضاء. ذاك وظيفة المسلم وذاك دوره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلف بهذا الأمر. النبي مع جليل مقامه وقدره، إلا أنه كان يقوم بنفسه بإصلاح بين المتخاصمين. وإن كلفه الأمر أن يمشي مسافة طويلة، ففي حديث البخاري أن مرة من المرات تنازع بعض أهل قباء، وبالضبط
قبيلة بني عمرو بن عوف إلى درجة أنهم تلاشقوا بالحجارة. المعروف في المدينة من الأنصار أن فيهم قسمان، الأوس والخزرج. وبني عمرو بن عوف بطن من بطون الأوس، يعني في قبيلة واحدة، في قبيلة واحدة قد يتخاصم الناس، وفي قباء تخاصم بعض الناس إلى درجة أن تلاشقوا بالحجارة. فوصلت أخبارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة اذهبوا بنا نصلح بينهم. سيذهب الآن من المدينة من المسجد النبوي إلى قباء، إلى مسجد قباء. فصلى الظهر في المدينة فخرج إلى قباء مع ثلة من الصحابة، مع بعض الصحابة، فبدأ يصلح بين الناس. فتأخر به المطاف عن صلاة العصر، تأخر في إصلاح المتخاصمين في قباء عن إدراك صلاة العصر في المسجد النبوي. وكان قبل خروجه قد أمر بلال إذا حبسه حابس، يعني إذا تغيب وتأخر عن صلاة العصر، أن يأمر أبا بكر ليصلي بالناس. فإذا بالنبي تأخر، فذهب بلال لنالا أبا بكر فقال له إن النبي قد حبسه حابس، يعني تأخر، ربما حبسه الناس، ليس بمعنى منعوه، إنما جلس معهم، ربما يحدثهم، ربما في أمر من الأمور، فهو لم يأتي للصلاة، لصلاة العصر، فلا تصلي بالناس. فقال له أبا بكر إن شئت، فأقام له بلال فبدأ يصلي. فإذا بالنبي قد عاد، فإذا بالنبي يأتي والمسلمون يصلون خلف أبا بكر الآن. هذا ليس في مرضه، كثير من الناس لم يسمعوا بهذه القصة، يسمعون بتأميم أبي بكر في مرض النبي، هنا ليس في مرض النبي. فإذا بالنبي يدخل، فبدأ الناس يفسح له المجال فيمر من الصف الأخير وهكذا إلى أن وصل إلى الصف الأول، إلى أن وصل النبي، يعني كل من رأى النبي فسح له المجال لأنه الإمام وأبو بكر في المحراب. حتى وقف النبي في الصف الأول، فوقف يصلي خلف أبا بكر، فبدأ الناس يصفقون أو يصفحون، والتصفيق والتصفيح بمعنى واحد، ليس في فرق بينهما. ثمة من قال التصفيح يكون بظاهر اليد والتصفيق بكفها، لا فرق بينهما، التصفيق والتصفيح بمعنى ضرب، الضرب باليد لإحداث صوت لتنبيه الإمام على شيء. فبدأ الصحابة يضربون بأيديهم يصفقون للإمام أبي بكر كأنهم ينبهونه إلى وجود الإمام خلفه ألا وهو الرسول، فأكثروا عليه التصفيق. الصحابة هنا لم يعلموا حكم التصفيق في الصلاة للرجال بعد، وسيأتي تبيينه في هذا الحديث إن شاء الله. هنا الصحابة كلهم يصفقون إلى درجة أن الأمر أحدث على أبا بكر مشكلة، فالتفت، شيء عويص، فالتفت فإذا بالنبي في الصف الأول. الناس أكثروا التصفيق على أبي بكر حتى التفت، ما الذي حدث؟ فإذا بالنبي، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم آنة من الصلاة، أشار إليه يعني أومأ إليه بشيء يوحى إليه أنه أن يتم الصلاة بالناس، إلا أن النبي حمد الله وتقهقر إلى الوراء، رجع إلى الوراء ليدرك الصف فتقدم النبي، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى صلاته قال لهم أيها الناس، ما لكم إذا حدث لكم شيء في صلاتكم صفقتم؟ الآن يخاطب الناس فيقول لهم ما لكم، يعني لماذا إذا حدث شيء في الصلاة، إذا أخطأ الإمام مثلا هل نصفق له؟ يعني ما لكم تستعملون التصفيق في الصلاة؟ إذا حدث أمر تصفقون، فإنما التصفيق للنساء، التصفيق لا يجوز للرجل خلف الإمام، إذا أخطأ الإمام ينبه أو ينبه بشيء، إنما التسبيح للرجال، الرجال يقولون للإمام إذا أخطأ سبحان الله،
والمرأة تقول للإمام إذا أخطأ في الصلاة التصفيق تصفق له. الذي يصفق في الصلاة المرأة للإمام حتى وإن كان زوجها أيضا، لأن التصفيق للنساء يجوز لها أن تنبه الإمام زوجها إن أخطأ في الصلاة بالتصفيق، بإحداث صوت يمكن أن ينبه الإمام بخطأ ما. فنهاهم النبي عن ذلك أن يصفقوا في الصلاة فأتم بهم الصلاة. الشاهد في القصة أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو بنفسه وتحمل مشاق الطريق في حرارة النهار بعد صلاة الظهر من المسجد النبوي إلى قبى من أجل إصلاح بين الناس، فكلفه الأمر أن يتأخر عن بداية صلاة العصر في الجماعة. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري، إنما أوردناه من أجل استبيان مكانة إصلاح ذات البين بين الناس. وقلت إن النصوص كثيرة سواء في الحديث أو في غير ذلك، إلى درجة أن الشريعة الإسلامية لما كان هدفها جمع شمل الأمة رخصت في بعض الأمور المحذورة لاستعمالها في إصلاح ذات البين. فقال ابن شهاب: لم أرى الشرع قد رخص في الكذب إلا في ثلاث أمور، وقد ذكرها النبي في الحديث. إلى درجة أن الشريعة رخصت في استعمال الكذب من أجل إصلاح ذات البين. ومعروف أن الكذب حرام بأي حال من الأحوال ومن الكبائر ومن الصفات التي لا تكون في المؤمن، إلا أن الشرع رخص الرخصة في الكذب في ثلاث حالات. في الحرب، فلا يجوز للمرء المسلم أن يفشي أسرار المسلمين في الحرب، فله الحق أن يكذب أو أن يخبر بشيء لن يفهم منه أسرار المسلمين. والثانية في إصلاح ذات البين، والمقصود بالكذب هنا، والنبي يقول: ليس بالكاذب من نما خيرا أو قال خيرا في إصلاح ذات البين. يعني من نما، يعني بمن نقل الخبر لكن نقله أيضا حتى بالمعكوس، فنقل الخبر بين المتخاصمين. قد تذهب إلى واحد فيبدأ يسب ويشتم في صديقه، يسب ويشتم ويقول فيه ما لم يقله مالك في الخبر، فتذهب أنت إلى الطرف الآخر فتنقل له الأمر بالمعكوس، فتقول له: والله الرجل الآن رأيته وهو يمدح فيك، لا يقول فيك إلا خير. وهو العكس هو الذي حصل، من أجل ترطيب الخواطر ومن أجل إصلاح بينهما. لأن لو قلت للثاني إن الأول سبك وشتمك وقذفك في عرضك ما تصالحا، بل ستزيد للعداوة شرارة وللحقد نارا. وهذا منهي عنه. ذاك هو النمام، النمام من ينقل السب والشتم أو الخبر من أجل إفساد بين المتحابين. هنا ليس من يخترعه في نفسه، إنما نقل واحد يسب الآخر وهو في غيبته لم يحضر. واحد يسبني وأنا لم أراه لم أسمعه، فيأتي واحد من الأصدقاء من الناس فيأتي فيقول: إن فلانا قال فيك كذا وكذا، فأنت في هذه الحالة نمام، والنمام لا يدخل الجنة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ينقل الخبر وإن كان الخبر حقيقة صدق، أنت لم تفتري من نفسك، وإنما نقلت إلي سبا لم أسمعه أنا. حتى قيل: إن من نقل إليك السب والشتم فهو الذي سبك، هو الذي سبك، لأنك أنت لم تسمع أي شتم فنقلته إليك، فأنا الآن من شتمتك وليس الرجل الغائب. فهذا هو النمام. أما أن تسمع السب والشتم من امرئ فتخبر الآخر بعكس ذلك، فتقول: الله الرجل رجل صالح، الرجل يريد أن يتصالح، الرجل إن من فعل وبلغ به الغضب مبلغا، تخبره بعكس ذلك، فتذهب إلى الثاني فتقول له مثل ذلك. هذا ليس بالكذب، هذا هو الكذب المرخص، لأن المصلحة فيه إصلاح ذات البين. إذا قلنا الكذب رخص فيه الشرع في ثلاث حالات: في الحرب،
وفي إصلاح ذات البين على النحو الذي ذكرناه، مع أن إصلاح ذات البين له قواعد، يعني ليس على المرء دائما أن يكذب من أجل إصلاح البين، لأنه إذا لم تتقن هذا الفن فستسبب مشكلة كبيرة، يعني على بين، لأنه قد تذهب إلى شخصين بينهما عداوة فتقول للرجل والله الرجل يبحث عنك يسأل عنك يريد أن يتصالح معك، والعكس هو الذي حصل فيذهب إليه، وما إن يراه الرجل حتى ينزل عليه سبا أو شتما أو ضربا أو ربما وسائل قانونية. فأنت الآن لم تصلح الأمر بل سببت في مشكلة أكبر، وربما قد يقتله قد يضربه، كان ثم ربما تخاصم فإذا بالاقتتال. إذن ليس الإصلاح مهمة كل من هب ودب، إنما إصلاح ذات بين الناس للحكماء للعقلاء الذين لهم دراية وبصيرة وعواقب الأمور. لأن كثير من الناس يفهم أن الإصلاح ماذا؟ هو الضغط على الطرفين من أجل أن يقول أحدهما للآخر سامحتك، ويتساوى الظالم والمظلوم. وما إن يقول أحدهما من غير تطيب نفسه سامحتك أو صالحتك، نقول والله أدينا وظيفتنا. إذا لم نستطع تطييب الخواطر وتصفية النفوس فنحن لن نؤدي دور الصلح. يعني ليس أنا أضغط عليك وأقول لك لابد أن تقبل الصلح، والله الصلح فيأتي بالأمثلة وأنت مظلوم، ثم يأتي الظالم ويقول أنا والله من عندي سامحته. من الآن سيسامح الآخر؟ يأتي الظالم يقول لك أنا والله سامحته، هو الذي تعنت، هو الذي لا يريد الصلح. ثم ننزل على المظلوم ونقول له والله الصلح خير والله أمر بالصلح والصلح كذا إلى آخره، فننزل حتى يقول مكرها غير تطيب نفسه أنا سامحته وهو غير مسامح. هذا ليس الصلح، لأن المقصود من الصلح هو تطهير النفوس وتنقيتها، يحتاج إلى هدوء، إلى حكمة، إلى موعظة، إلى رد المظلمة إن كان ثمة مظلمة. يعني لا تظن أن واحد أتى على مالي ووقع في عرضه ثم بعد ذلك تقول والله تسامحوا، فإن هذا الرجل فآتي والظالم يقول أنا سامحته، أنا بدأت، أنا عفوت عنه. من الذي يعفو عن الآخر؟ الظالم هو الذي يجب أن يرد المظلمة ثم يعفو المظلوم، وليس أن نجبر المظلوم على قبول العفو أو المصلحة، والعفو نقول عند المقدرة وليس إلى من لم يجد إلى حاجته سبيلا. واحد قد يجري مثلا مثل ما يقال طولا وعرضا في المحاكم حتى ينهزم فيقول والله عفوت عنه، ليس هذا هو العفو، لأنك أديت كل ما في جهدك من أجل إرجاع حق إن كان لك حق، ثم لما انهزمت تقول سامحته، ليس هذا هو السمح. السمح عند المقدرة، عندما تستطيع أن تذهب إلى القضاء وإلى المحاكم وأن تذهب في أي طريق شاءت الأقدار من أجل إرجاع حقك، ثم آثرت العفو على أخذ الحق، هذا هو العفو. إنما الشاهد هنا حتى أتمم لكم الحديث الثالث في القضية التي يجوز فيها الكذب، حديث الرجل لزوجته وحديث الزوجة لزوجها، حديث بين الزوجين، بين المرأة وزوجها. يجوز للرجل أن يكذب على زوجته، كان دائما أن يقول لها بأنه يحبها وهو يكرهها، لأنه لو قال لها يوما أنه يبغضها لانتهت القضية كلها وانتهى الزواج. ولو قالت الزوجة لزوجها أنه تبغض زوجها لانتهت القضية أيضا. لذلك في عهد عمر كان رجل كثير الزواج والطلاق، يتزوج يطلق، يزوج يطلق، إلى درجة أنه يضرب به المثل في كثرة الزواج والطلاق. عندما واحد يتزوج مرة، 10 مرات، 20 مرة، يزوج يطلق، يزوج يطلق، الناس يظنون أن العيب فيه وليس في غيره. فأراد يوما أن يبعد اللوم عن نفسه،
حتى يعلم الناس أن الغلط ليس فيه إنما في زوجاته الكثيرات التي اللواتي طلقهن. فأتى بعبد الله بن الأرقم والرجل يسمى ابن اللؤلؤ زمن عمر، فأتى عبد الله بن الأرقم فدخله إلى بيته في مكان، فدخل الرجل عند زوجته فقال لها: أنشدك الله، هل تبغضينني؟ فأبت المرأة أن ترد عليه، فبدأ يلح عليها: أنشدك الله لا تكذبي، قولي الحقيقة بالله عليه، هل تبغضينني؟ قالت له: نعم. فخرج فقال للشاهد: أو سمعت كيف لا أطلق زوجة هي تبغضني، هي لا تحبني وقد سمعتها، والناس يتهمونني أن ربما الخطأ مني. فذهب الشاهد والرجل إلى عمر بن الخطاب فاستدعى المرأة فقال لها: هل تبغضينه؟ قالت لها: نعم. قال: هل أخبرتي مثل ما حصل في القصة؟ قالت لها: نعم. فقال لها: ما عليك أن تقولي له نعم، لأن هنا يجوز فيه الكذب، تقول له نعم وليس لا، يعني إذا سألك هل تبغضينه تقول له لا أنا أحبه وهي لا تحبه، فإن أقل البيوت ما بني على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان والإحسان. يعني إذا كنت، ليس كل الناس العلاقة التي تربطهم هي علاقة محبة، حتى إذا لم أكن أحبك فنحن المفروض منا أن نتعامل بالإسلام بالإحسان بأخلاق المسلمين. فقال له عمر: ليس كل البيوت تبنى على المحبة، الرجل لا يحب زوجته وهي لا تحبه، ولكن يتعاشرون بالإحسان، لا يظلم أحد الآخر، هنا تعاشروا بالإحسان. إذا غابت المودة مثل ما في القرآن، إذا غابت المودة فيجب أن لا تغيب الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هي ثلاث مراحل: المرتبة الأولى الإسكان، المرتبة الثانية المودة، والمرتبة الثالثة الرحمة. فإذا غاب الإسكان فلا بد أن تكون ثمة مودة ورحمة، وإذا غاب الإسكان والمودة فلا بد أن نتعامل بالرحمة. هذا في العلاقة الزوجية، ومثلها يقال في العلاقة بين الناس جميعا. نقول هذا أيها الأحبة، وإصلاح ذات البين من الأعمال العظيمة التي يجب أن تعيد الأمة إليها مكانتها، فقد شرعه الشرع بين الأزواج. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم ذكر أيضا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير في العلاقة الزوجية. وذكرنا ذلك فيما بين الأمة كلها أفرادا وجماعات مجتمعات ودول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. في العلاقة بين الناس، إذا قضية الإصلاح أيها السادة ركن أساسي لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية، ليس قضية نادر، ليس قضية فضيلة، ليس قضية سنة أو مستحب، إنما هي قضية واجب على الأمة الآن. مثلما نتحدث عن الأفراد نتحدث عن المجتمعات، نتحدث عن المجتمعات، لأن سبب الانهزام في كل المجالات هو هذا التفرق والاختلاف الحاصل. سبب الاختلاف والتفرق والشتات هو مخالفة أوامر الله ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا عن ما وقع في غزوة أحد؟ عن غزوة أحد لما اختلف المسلمون ولم يتصالحوا فيما بينهم وخالفوا أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم انهزموا، مع أنهم انتصروا في بداية المعركة. في غزوة أحد النبي أمر جزءا من الجيش، طائفة قسم الجيش، نصف يقاتل في ساحة المعركة وقسم من الرماة على أعلى الجبل، فأمر الرماة من أعلى الجبل ألا ينزلوا من أعلى الجبل بأي حال من الأحوال،
أمر نبوي أن لا ينزل. أمر نبوي أن لا ينزل. فقاتل المسلمون فانهزم المشركون. فقتل حامل لواء المشركين وقتل 20 منهم ففر الباقون من ساحة المعركة من المشركين في بداية المعركة. ثم ماذا؟ فر المشركون وتركوا الغنائم. فتنازعوا الذين الرماة على رأس الجبل فقالوا ننزل. وقال الآخرون لا، النبي أمرنا أن نبقى هنا حتى يأذن لنا بالنزول. فقال الآخرون انتهت المعركة والناس يأخذون الغنائم، فلننزل لنأخذ نصيبنا من الغنائم. فانفرق الجيش طائفة منهم فتنازعوا واختلفوا فنزلوا. فإذا بجيش العدو قد طار دورته وعجم عليهم فقتل منهم 70 من المسلمين. فتحول الانتصار إلى الهزيمة بسبب مخالفتهم أمرا واحدا وبسبب اختلافهم على رأي واحد. لذلك قال الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم صدقكم الله وعده. وعد الله هو النصر للمسلمين، انتصر المسلمين. إذ تحسونهم بإذنه، قتلتموهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أراد الله أن تكون هذه الغزوة عبرة لأولي الألباب وأن تكون درسا وعظة. تفاشلتم، تنازعتم في الأمر، عصيتم، فانقلب عليهم العدو ففعل المشركون بالمسلمين مثل ما فعل المسلمون بالمشركين في بدر. في بدر المسلمون قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. في أحد بعد ذلك النتيجة النهائية أن المشركين قتلوا من المسلمين 70 رجلا، وكثير من الصحابة فروا بعد ذلك من ساحة المعركة. وشاعت الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآخر قتل في المعركة. ثم بعد ذلك أورد الله النتيجة النهائية فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. المسلمون يتساءلون لماذا هذا الانهزام؟ ألسنا على حق؟ ألسنا مسلمين؟ أليس هؤلاء مشركون؟ فلماذا انهزمنا؟ أنى هذا؟ يعني من أين حلت بنا هذه المصيبة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، معنى قد أصبتم قد فعلتم مثل ذلك، يعني قتلتم 70 من المشركين في بدر. قد أصبتم مثليها قلتم، لما انهزموا الآن قالوا من أين أتى هذا الانهزام؟ ألسنا أهل الحق؟ ألسنا مسلمين وهؤلاء مشركون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننهزم هذا الانهزام؟ ما الذي قال لهم الله؟ جواب للصحابة، جواب لهذه الأمة اليوم لتدرك مكامن الخلل في واقعها. فقال الله، وهو كلام يتلى آناء الليل وأطراف النهار في هذه الأمة ثم هي لا آذان تسمع ولا قلوب توعى. قال الله قل هو من عند أنفسكم. الخلل ليس في وعد الله، الخلل ليس في هذه المنظومة ولا في سنن الله الكونية، ولكن الخلل فيكم. تفاشلتم وتنازعتم وتفرقتم واختلفتم في الأمر وعصيتم أمر نبيكم بربكم. إذا كان هؤلاء الصحابة وهذه الثلة من المؤمنين خالفوا أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انهزموا في معركة شر هزيمة، فماذا تنتظرون من أمة خالفت أوامر لا أمر لله جل جلاله وخالفت أوامر لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ ألم تر أن الأمة اليوم تتحالف بعضها على بعض، أمة الإسلام فيما بينها وليس أحد خارجها؟ ألم تر أن المسلمين اليوم دول تتحالف فيما بينها؟ فأين القرآن وأين الصلح وأين الإصلاح وأين دول أخرى من
فيما يقع مثلا من الخصومات والمنازعات في دول الإسلامية في المشرق العربي وغير ذلك. نحن ننتظر غير المسلمين، مثل ما ذكرت في الخطبة الماضية أن محمدا أو سين وزيد من المسلمين ينتظر اسما آخر غير المسلم ليفصل بين أخيه المسلم. وهؤلاء الصلح جزء من شريعتهم، فرض إلهي، فأينهم؟ إن لم يزيدوا للعداوة نارا فإنهم لا يطفئونها. أين هم؟ أين المجتمعات الأخرى لتقوم في الصلح بين المسلمين؟ ما ذنب المجتمعات؟ ما ذنب المجتمعات؟ ذنب الأبرياء في هذه المجتمعات بغض النظر عن الأنظمة. أنا لا أتحدث عن الأنظمة كلها، لأن أنظمتنا اليوم ابتلاء من عند الله جل جلاله لهذه الأمة. صدقوني القول يا أمة الإسلام، اختبار، امتحان ليبتليكم الله بهذه الأنظمة الفاجرة. لكن ما ذنب غيرهم الأبرياء في هذه المجتمعات؟ هل مشركون اليوم؟ هل هم كفار؟ أم أنهم مسلمون؟ إذا كانوا مسلمون فأين هذه العوامل الإلهية في القرآن التي تأمر بإصلاح ذات البين؟ عصى المسلمون أمرا واحدا فانهزموا، وهذه الأمة عصت الأوامر كلها، فكيف لا تنهزم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ وكيف لا تصبح غثاء كغثاء السيل؟ اللهم يا رب إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترد هذه الأمة إلى طريق الجادة والصواب، يا حنان يا منان، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما ذكرناه في قضية الإصلاح بين المجتمعات مثله يقال عن الأفراد وعن كل القبائل وغيرها. إن الإصلاح بين الناس أمر إلهي بين المتخاصمين، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل جلاله يفتح الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لم يشرك به شيئا إلا رجلين أو رجلين لهما خصومة بينهما. يقول الله لملائكته: دعوا هذين حتى يصطلحا. الحديث المتفق عليه: دعوا هذين حتى يصطلحا. من المسلمين رجلان صلوا الخمسة وأدوا الفرائض ولم يغفر لهم، يقول الله لملائكته: دعوا هذين حتى يصطلحا، لأنهما تهاجرا وتفارقا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، مثل ما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، وخيرهم من يبدأ بالسلام. ألا فالبدار البدار إلى توبة النصوح وإصلاح ذات البين، ليغفر الله لنا ذنوبنا، وليستر لنا عيوبنا، وليمن علينا بالسعادة والهناء في حياتنا، والمغفرة والرضوان في آخرتنا. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك المولى الملك اللطيف الخبير، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.